إذن الأهلي السعودي يلحق الهزيمة الأولى بالوصل الإماراتي ويجعله أن يغادر البطولة ويتمكن من الفوز عليه هناك في استاد الجوهرة المشعة بهدفين مقابل لا شيء. بدأت القصة في الشوط الأول عندما تقدم علي صالح لمصلحة الضيوف الوصلاويين بهدف رائع في الدقيقة 38 لينتهي الشوط الأول بتقدم الوصل. في الشوط الثاني ومن كرة ثابتة باولو دياز المدافع القصير يرتقي لهذه الكرة مسجلا هدف التعادل بالنسبة للراقي في الدقيقة 52. وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في نهاية الشوط الثاني سلمان المؤشر يتمكن من أن يسجل الهدف الثاني في مرو الوصل لتنتهي المباراة بهدفين مقابل لا شيء وليضرب الأهلي السعودي موعدا مع شقيقه الهلال السعودي في قمة كبيرة في الدوري نصف النهائي.